صباح الخير واهلا وسهلا بكم بفيديو جديد من ايدي السكيورتيز. البدايه دائما من فتره الدولات الاسيويه اليوم، حيث شهدنا كان لدينا ثلاث ارقام اقتصاديه مهمه من الصين واستراليا والتي كان لها ايضا تاثير مهم على الاسواق. البدايه من الصين، شهدنا النون مانيفاكتشرنج بي ام اي او مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي في الصين ليرتفع او يرتفع المؤشر الى 54.4 في اغسطس من اصل 54.2 في يوليو الماضي، وهذا اول ارتفاع بعد انخفاضات دامت على مدار شهرين من الفتره الماضيه. ايضا الاتش اس بي سي سيرفيسز بي ام اي مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات غير الرسمي من HSBC ارتفع من جديد إلى 54.1 في أغسطس من أصل 50، وهذا الارتفاع أيضا هو الارتفاع الأكبر أو أعلى قيمة أو أعلى قراءة منذ أبريل من العام الماضي أو منذ أبريل من العام الماضي. أما في أستراليا، أتت أرقام النمو بأفضل من التوقعات لكنها أيضا فشلت في دعم الدولار الأسترالي من جديد، وذلك مع استمرار الارتفاع غير الطبيعي بالنسبة للدولار الأمريكي، وهذا الارتفاع الذي لم نشهد له مثيل منذ حوالي العام 1997، حيث نما الاقتصاد الأسترالي بواقع 15 نقطة مئوية في الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع نمو بواقع 1.1 في الربع الأول، وهذا أيضا كانت توقعات تشير إلى النمو الاقتصاد بواقع 0.4%. خلال فترة الدولات الأوروبية اليوم لدينا مجموعة من الأرقام الاقتصادية المهمة، حيث تتجه الأنظار نحو أرقام السيرفيسز بي ام اي ومؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات لكل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيضا الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي في الغالب أيضا ما ستأتي بمزيد من الأرقام السلبية في أغسطس بالمقارنة مع الأرقام السابقة لشهر يوليو الماضي. كما أيضا ننتظر مؤشر المبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي والذي من المتوقع أن ينخفض بواقع 13 نقطة مئوية في يوليو بالمقارنة مع ارتفاع بواقع 14 نقطة مئوية في يونيو الماضي، بينما هذا أيضا الانخفاض قد يكون الأول منذ فبراير من العام الجاري. خلال فترة التداولات الأمريكية اليوم لدينا فقط قرار البنك المركزي الكندي والذي من المتوقع أن يبقي السياسة الحالية دون تغير من خلال طبعا اللقاء على معدلات الفائدة العامة عند مستويات 1%. وأخيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، من المتوقع أن ترتفع طلبات المصانع الأمريكية بواقع 10.9% في يوليو بالمقارنة مع ارتفاع كان بواقع 1.1 في يونيو الماضي، وقد يكون هذا الارتفاع فيما لو أتت الأرقام كما توقعت هي الأعلى أو أعلى نسبة ارتفاع شهري منذ 14 عام. هذا كل شيء لدينا في هذا التقرير، يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب لمزيد من التفاصيل. شكرا على المتابعة.